شكرا. أبدأ أولا بتحية كل إخوة الذين قبلوا المساهمة في هذا اللقاء، وبالتأكيد سنستفيد كثيرا من تحليلهم ومن آرائهم في هذا الموضوع. يجدر بنا ونحن نحتفي بالذكرى 30 لوفاة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد أن نتذكر تلك الحيوية البالغة التي كان يمارس بها قناعاته ونضالاته من أجل الوحدة الترابية للمغرب، ومن أجل استعادة كل جزء بتره الاستعمار من التراب الوطني. إنها حيوية وطنية ترجع بالأساس إلى اعتقاده الراسخ بأن تحرير الصحراء المغربية من براثن الاستعمار لم يكن وليد الحاضر فحسب، بل تدرج من المقاومة التاريخية للغزو الاستعماري قبل عقد الحماية وبعده، وامتد عبر المقاومة التي خاضها جيش التحرير لتخليص المنطقة من القبضة الاستعمارية، وانتهى بالمسيرة الخضراء والتفاوض مع المحتل الإسباني على تصفية الاستعمار في الصحراء. لقد كان عبد الرحيم بوعبيد يعتبر أن التقسيم الاستعماري للمغرب هو الذي فرض علينا التفاوض في مراحل مختلفة ومع قوات احتلال مختلفة على استكمال الوحدة الترابية للبلاد، وأن المغرب بتفاوضه المتأخر مع إسبانيا لم يفعل على حد تعبيره سوى أن استلم مفاتيح جزء من التراب الوطني الذي تحتله إسبانيا. لذلك فقد تمت بهذا التفاوض تصفية الاستعمار في الجزء الذي كانت تحتله إسبانيا غداة التقسيم الاستعماري للمغرب. وأخيرا، فإن تلك الحيوية الوطنية التي كان يخوض بها عبد الرحيم بوعبيد هذه المعركة لم تكن لتحجب عنه مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تتعلق بضرورة الربط بين تصفية الاستعمار التي قام بها المغرب في جزء من ترابه الوطني، وبين التشبث ببناء المغرب العربي كأفق لتذويب الخلافات الترابية والسياسية ضمن مشروع كبير تلعب فيه المناطق الصحراوية كلها، سواء تلك التي تقع ضمن السيادة المغربية أو ضمن السيادة الجزائرية، دورة قاطرة تنموية وتضامنية لبناء المغرب الكبير. وفي هذا الصدد لم يتردد عبد الرحيم بوعبيد في عز الأزمة التي افتعلها حكام الجزائر في التأكيد على أن القتال الأخوي بين الجزائر والمغرب ليس حتميا ولا مقدرا، وأنه فيما لو حصل فلن يكون هناك أي منتصر، بل فقط مهزومون وتقتيل وخراب. والمسألة الثانية تتعلق بالربط بين ممارسة المغرب لسيادته على كافة ترابه وضمنه مناطق الصحراء المغربية المسترجعة، وبين المشروع الديمقراطي ككل بما يعنيه من إصلاحات سياسية وانتخابات نزيهة ومؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية ولا مركزية تأخذ بعين الاعتبار وحدة الأمة وتعدديتنا الثقافية والتاريخية والمجالية. إن ممارسة السيادة الوطنية على صحرائنا المسترجعة تقتضي ألا نكتفي باقتراح مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة، فقد مرت إلى اليوم كما أشار إلى ذلك السحمد حوالي 15 سنة على إطلاق هذا الاقتراح، وإلى اليوم ما زال سجيناً للعراقيل الموضوعة أمامه والاختناق الحواري حوله مع الأطراف الأخرى. إذن يجب أن لا نكتفي باقتراح مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة وكأفق بديل للانفصال
الذي كان منطلقه يجب أن لا ننسى ذلك مشروع استعماري، والذي يشكل اليوم تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، بل أن نذهب إلى أبعد من ذلك بجعل هذا المشروع، مشروع الحكم الذاتي، حياة ملموسة على أرض الواقع عبر مسار تدرجي تحاوري واقعي ومرتبط بحوار وطني واسع. إننا ندرك بأن بلورة هذا الحل تحتاج إلى جهد كبير، وتحتاج إلى حوار واسع وعميق، ولكن بلورة هذا الحل من شأنها أن تخلق في الصحراء المغربية واقعاً سياسياً جديداً تنتظم في إطاره البنيات السياسية والاقتصادية والثقافية للمنطقة، وتنبثق من خلاله عناصر مواطنة جديدة قائمة على حرية الاختيار وعلى المسؤولية والمشاركة. إن الاشتغال على مقترح الحكم الذاتي هنا والآن لا يعني إنزاله بشكل فوقي، بل يعني كذلك وفي إطار ممارسة السيادة الوطنية تنظيم استشارات حول هذا الحل تقوم بها الدولة ذات السيادة فوق جزء من ترابها الوطني، ويساهم فيه كل سكان الصحراء استناداً إلى حق الأرض وليس فقط إلى حق الدم. وتكون هذه الاستشارات المنسجمة تماماً مع ما ورد في الاقتراح المغربي وسيلة لإعطاء مواطنين في الصحراء المسترجعة مفاتيح جديدة لبناء ممارستهم الديمقراطية ولترسيخ وحدتهم الوطنية. لقد كان المغرب على حق عندما تعامل مع أقاليمه المسترجعة بمنطق السيادة في كل ما يتعلق بإعدادها المجالي والمؤسسي وبتنميتها الاقتصادية والبشرية، وعليه أن يتعامل بنفس المنطق فيما يخص حل الحكم الذاتي دون تأجيل ولا انتظار، منسجما بذلك مع الروح التي أبانت عنها المواقف الدولية عندما اعتبرت المقترح المغربي مقترحا جديا وذا مصداقية. ليس هناك حل سياسي، والإخوة القادمون من الصحراء المسترجعة يعرفون ذلك جيدا، ليس هناك حل سياسي يمكنه أن يمحو كل ما ترسب منذ أزيد من 40 سنة في أرض الواقع أو في الأذهان والعقليات، سواء تعلق الأمر بأهلنا في الأقاليم الجنوبية المسترجعة أو بأهلنا في تندوف. وسيلزمنا وقت طويل وعمل وطني صادق للتغلب على جراح الماضي، ولكن علينا أن نعرف أنه كلما تأخرنا في إنجاز الحل السياسي، كلما صعبنا على أنفسنا هذا العمل الوطني الضروري. يجب إذن أن لا نعتبر الحل السياسي مجرد وصفة مسطرية لتدبير النزاع، بل أفقاً حقيقياً للخروج من مأزق النزاع. إننا نعرف أن النظام الجزائري يحتاج بطبيعته إلى استمرار النزاع وليس إلى حله بطرق سلمية وعقلانية، لأن هذا الحل سيسحب منه تلك الأساطير التي يبني بها استمراره خانقاً لانبثاق الدولة المدنية الديمقراطية في الجزائر. مثلما نعرف أن إخواننا في تندوف لن يحققوا وهم ذلك السراب وهم تحت القبضة الحديدية للنظام الجزائري، لن يحققوا وهم تحت القبضة الحديدية للنظام الجزائري أي استقلال وأي مصير حر، لأنهم حتى على افتراض حصولهم على السراب الذي يلوح لهم به هذا النظام، فإنهم لن يكون لهم بكل ما يدينون به لصناع هذه المأساة
أي حظ في بناء كيان حر ومستقل. إن الإطار الوحيد الذي سيمكنهم فعلاً من تقرير مصيرهم هو أن يكونوا مواطنين أحراراً في وطن حر يحميهم ويكفل لهم مجالاً يمكنهم من ممارسة حقوقهم وقناعاتهم ضمن مؤسسات ديمقراطية معترف بها وطنياً ودولياً. على أن إنجاز هذا التحول التاريخي يقتضي أولاً أن نحرر كل الطاقات الوطنية على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع للقيام بكل المبادرات السياسية والثقافية لربح معركة الرأي العام الدولي لصالح الحل السياسي، كما يقتضي القيام بمصالحة عميقة في أقاليمنا الجنوبية، مصالحة على شاكلة ما قامت به هيئة الأنصاف والمصالحة، مصالحة تهم ممارسة الدولة وممارسة الانفصال، إذ بدون هذه المصالحة لا يمكن للصحراء المغربية أن تخرج من منطق النزاع وأن تطوي صفحة الماضي وتقدم على تاريخها الجديد. أشكركم على انتباهكم.